السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. خياتي خوتي، اليوم راح ندير دجاج محمر بالليمون، بزاف بنين هذا الوصفه. نبداو على بركه الله. بسم الله، عندي كميه تاع الدجاج، افخذ الدجاج وصدر، عندي ليمون كميه مليحه تاع ليمون، ندي عصير ليمون، ديروا حوالي زوج حبات ليمون، عندي زيت حوالي 4 ملاعق زيت، عندي ليمون عصير ليمون تاع زوج حبات، عندي توابل، عندي كركم وتوابل هندية، كيري، عندي كمون، فلفل أسود فلفل أسود وكمية مليحة تاع زنجبيل، خردل، لاموطارد، نديرو ملعقة مليحة تاع لاموطارد، ملعقة كبيرة. ملح، ملعقة صغيرة تاع ملح، على حسب الكمية اللي درتوها. وعندي زعتر بري، لازم زعتر بري تاع الجبل، يعطي الواحد النكهة رائعة. نخلط هاد المكونات مع بعض، بعد ما خلطت الخليط تاعي نجيب الدجاج ندير له خطوط بهذا الشكل، خليو الدجاج بالجلد تاعو، عندي صدر الجناح تاع صدر البستر تاعو، يعني عارفه بلي كاين بزاف ما يعرفوش يقطعوا الدجاجه بهذه الطريقه اللي نتحصل بها على هذا الصدر. من بعد ندير لكم فيديو نشرح فيه كيف نقطع الدجاجه. نخلطوا هذا مع بعض، نسيت الثوم، ما درتش الثوم وغلبني رمضان. ما كاش مشكل، نزيدوه في الاخير، ماشي حاجه كبيره. واللي يحب مذاق زيت الزيتون يدير زيت الزيتون، يجيب معاه رائع. انا ما عنديش، خلاص لي زيت. هذه الوصفه يعني بزاف بزاف بنينه، نحبها بزاف، عن تجربه يعني نخدمها بزاف في الدار. هذه نخلو الخليط تاعنا، الدجاج تاعنا حوالي ساعتين وهو في الثلاجة، نغطوه ونخلوه، بعد نجو نديروه في الكوشة. بعد ما فاتت تقريبا ساعة في الكوشة، الدجاج تاعي نحيه هاهو طاب الدجاج، دوك ندير له الماء هاد لاصوص هكذا من الفوق شويه، ماشي بزاف، باه نعاود نرجعو من دوك يتحمر غير من الفوق، نشعل عليه من الفوق. وفي نفس الوقت راني دايره بطاطا تغلي، باه نقدمو معاها بطاطا مرحيه. ندخلو الكوشة يتحمر مليح ونحيه. بعد ما تحمر الدجاج من الفوق، خلاص شوفوا كيفاه ولا، نحيه نديرو شويه ماء سخون في هذا، ماشي بزاف، باه نتحصل على شويه صلصه. نرد هذوك على الكوشه واحد 3 دقائق، حق ما تغلي شوي
نحيها باه نديرها مع بطاطا. هاد الصلصه البطاطا تاعي طابت، نرحيها، درت لها شويه زبده. استعملوا الباتور احسن. ديروا نتوما في قدره ولا تكون شويه عميقه باه ما دير لكمش البطاطا معطره. هذه الطريقه تاع الباتور هي احسن، خير من مرحي ولا تشد اليد. الطريقه هذه شفتها عند الشيف هشام، يعني طريقه عجبتني بزاف وتساعدني. ديروا حليب بشوي ما تكثروش باه ما تجيش جاريه، نتوما تتحكموا في كميه الحليب. هاي ترحات البطاطا تاعي، ماهيش جاريه ماهيش ناشفه بزاف، هذه هي القوام اللي حبيته. انا نقدم الدجاج تاعي، نجيب صحن ندير فيه قطعه تاع الدجاج، ونجيب نبغي نديكوري انا بهكايا ندير البطاطا المرحيه. كل وحده كيف تبغي الديكوري الصحن تاعها. ديروا له شويه صلصه تاع الصلصه البنيه هذه، دير شويه قطع شويه معدنوس، رشه تاع معدنوس. نقدم معاه ثاني شويه الحميص معطر، معايا شويه قرنحال، كل وحده كيف تبغي الطبق تاعها. وعندي شويه حار افجخ، حار مرقد يسموها افجخ، نحطو معطر، رقدته في الصيف تاع العام اللي فات. هاو ليكم طبق اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وجربوا هذا الدجاج بزاف بزاف بنين. ان شاء الله تجربوا هذا الدجاج، الواحد يبدل في الوصفات، دجاج بالليمون. اتهلاو في وقتكم وصحة فطوركم، والى الملتقى ان شاء الله.